اول مره في حياتي ما غنلقاش عنوان لواحد الفيديو، والله ما لقيت لها عنوان. بغيت نقلب لها العنوان، حيت دابيتود من العاده ديالي انني كنلقى العنوان كنتباظ على العنوان باش كندير لا فيديو. هاد الفيديو هادي ما لقيتش لها عنوان، نقدر نسميها بغا يكلاشيني. والله ما عرفتش اش غنسميها، سمحوا لي. والله من قبيله وانا كنضحك شفت واحد لا فيديو وبقيت كنضحك عرفتي، على الصباح الباكر ملي كتوصل كتفيق الصباح كتفطر كتحل عينك كتفطر كتهز التليفون كتبان لك فيديو كتموت بالضحك، كنبقيت كنضحك. دونك كما كيكون ما لقيتش عنوان لهاد لا فيديو هادي، هاد الفيديو بغيت ندير لها عنوان ما لقيتهاش، باي ما عرفتش اش غادي نقول. بغى يكلاشيني وما عرفش، بغى يكذب وما عرفش، بغى يختار شي حاجه وما عرفش، بغى اون توكا ما عرف والو، هو اصلا ما عرف والو وما عرف حتى شي حاجه. دونك ندخل في الموضوع. واحد السيد كان كيهضر على العصا السحريه وشرحت العصا السحريه، ووقع واحد سوء تفاهم. وهادي انا العصا السحريه كنخدم بها من شحال هادي، هو يلاه دايرها عنوان ما عاد باش ياكل الخبز كيف ما قال هو بغى ياكل الخبز وما عاد شنو هو ما علينا. انا رديت عليه داك الفيديو كيف ما لاحظتو جميع، راه الفيديو راه هو بغى يكلاشيني ولا ما عرفتش شنو، ما بقاش على العنوان تاع الفيديو كاع. هضرت على الفيديو شرحت بعض الامور. ناض هو قال لك انا كذاب، ناض هو البارح لاح فيديو قال لك انا كذاب، خالد ما يدي الكذاب كيعير فيها ياك اخويا محشوماش. ما علينا، اللي تسحر مع الدراري الصغار كيصبح فاطر. نتمنى من لي فان ديالي والمتتبعين ديالي حتى واحد عافاكم يقول لي ما تنزلش هاد الكلمه ديال ما تنزلش المستوى، راه ما كنعترفش بها. انا راه في المستوى ديالي، وشي واحد كيقلل الاداب كنهود المستوى ديالو كنفرقع عمو كنطلع المستوى ديالي، ما عنديش المشكل. جونتي ظريف مؤدب ولد الناس ولد الخير كنعاون كنساعد ما عنديش المشكل، ولكن هادشي كامل المرادف ديالو خير. دونك ما نبغيش واحد يقول لي ما تهودش المستوى ديالي، لا نهود المستوى ديالو باغي نخسر والو، غنعاود نطلع المستوى ديالو وغنلقى مستواي كيتسناني، ما عنديش غرام ديال المشكل. هادي من جهه. بغيت نشرح لهاد السيد هذا قال لك انا سيدي كذاب ومادي وكذاب. اخويا اش من ماديش كذاب؟ اش كتعطيني؟ اش طلبت من عندك؟ اش بغيت من عندك؟ فاش كذبت عليك؟ دونك انا ملي شديت داك الفيديو قدامكم الاخوه المتتبعين الكرام، واش قدامكم جبت الفيديو ديالو؟ دايوغ انا رجع الفيديو ديالو، جبت الفيديو ديالو كنتفنطو ليه جميع، ما درت مونتاج ما فابريكيت ما درت فوتوشوب ما والو، كنعطيكم كتفنطو وكنبلوكي وكنهضر كنشرح. هضر على سفيان العثماني، شرحت على سفيان العثماني، قال هو فمو بلسانو انه شد كلمتو دا سفيان العثماني باش دريسالي 3000 درهم. يعني انا قلت ليه واش كاين شي دريسور غيدريسي يهز كلمتو يديها الدريسه عند واحد اخر كيدريسالي ديك الدريسه؟ قلت ليه ما يمكنش. يعني انا هضرت بالتفصيل على المسائل اللي خصهم يتقالوا في داك لا فيديو، هو ما عجبوش الحال. دوك هو ملي ما عجبوش الحال نار كتب ليا في الفيسبوك، كتب ليا في الفيسبوك، كتب ليا على القناه ديال لاباج ديالي، وكتب ليا على الخاص. انا مشت الميساج ديالو معطل، جاوبتو قال لي الا كان ممكن اننا نهضروا نتكلموا عطيني النمره ديالك نهضروا على الخاص. قلت لي ما كاينش مشكل عطيتو النمره ديالي بكل فرح، انا ما عنديش المشكل النمره ديالي عطيتها ليه، ما كاينش. في الليل عيط لي السلام عليكم، انا ما عرفتش سميت، ما عرفت كاع لاشين ديالو سميتها، وي السلام عليكم وعليكم السلام. قال لي وي هضرتي عليا وهادي وما كاينش مشكل. قلت له وي ما هضرتش معاك، ما هو مالك هو انا غادي عقبت على واحد المسائل انت كتقولهم غالطين، انت بغيت تبين الناس انني كنضرب الكلاب ولا عصا ولا اسمع العصا كتحملي كنضربو الكلاب. انا وضحت وجهه النظر ديالي انني ما كنضربوش الكلاب وكن ريكومبونسي وكن كليكي وكن يعني ريكومبونس ديك الشيء كتعرفوا عليا. نجيكم بخلاصه، هاد السيد هذا لقيتو زيرو، يعني في لو دريساج زيرو، اضعف واحد واصغر واحد من لي فان ديالي ومن المتتبعين ديالي سواء على الفيسبوك سواء على اليوتيوب، قسما بالله انت كيعرف احسن منه في لوشيا، قسما بالله شي حوايج ما لقيتو ما عارفهمش في ديك لا كونفرساسيون ولا في ديك المكالمه. انا حشمت في بلاصتو اننا كنهضر بسميت ان دريسور، ومني كنهضر معاه هضره تجيب هضره، مني كنقول ليه شي حاجه تقول لي ما عارفهاش اخويا خالد. والدراري تبعوني في تبعوا هذا، كنتمنى تبعوا هذا لا فيديو حتى الاخر وغتشوفوا المفاجاه الكبرى هاد السيد اش بغى يدير. ونقول لكم واحد الحاجه، المفاجاه اللي ما عارفش هو هاد السيد
انا دراسي طاحوا في الدنيا وفي هذه الولاعه وفي هذه لاباسيون، ما يجيش دري صغير غيلعب عليا انا. قال هو في هذا لا فيديو اللي خلي ده انا كذبت وانا درت وانا فعلت، انا ما كنكذبش. انا في الفيديو الاول درت الفيديوهات ووريت الفيديوهات للناس، وهذا الفيديو الثاني هذا اللي كنهضر فيه دابا انا خويا الحبيب، لا كونفرساسيون ها هي في تليفوني راه مسجله وكم مسجله اش كتقول. قسما بالله الا مسجل اشنو كيقول. والدراري الحباب اللي متبعينه لي فان ديالو نتمناكم تبقاو معاه ما طيحوش منو، حيت السيد هذا راه كيكذب عليكم وكيرشكم، ولكن ماشي مشكل الا كان عندكم الغرض به وكان كينفعكم شي حاجه بقاو معاه في لاشين، والله يسهل عليكم والله يسهل علي. انا ما يجي عندي حتى واحد، انا اللي حبني نحبو اللي ما حبنيش الله يسهل عليه ما عنديش المشكل. دوك لا كونفرساسيون ديالك اخويا الحبيب راه مسجله، والكلام اللي كتقول كامل راه مسجل، ويبقى عليكم التقليد. اي واحد قسما بالله تنعطيه ليه مليون، اللي بغى الكونفرساسيون واللي بغى الاوديو قسما بالله تنعطيه ليه مليون. انا ما بغيتش ندير الاوديو باسكو قال لي في واحد الكلمه، قال في لا فيديو قال انا ما بغيتش نضربك في سترايك، ما بغيتش نحيد لك الفيديو خويا الحبيب الزين ديالي. بغيتي تضربني في سترايك حيد لي الفيديو، ولا ضربني في سترايك ولا صيفط مخالفه، ما عنديش غرام ديال المشكل. او كونترير راك غادي تبين انك ضريتي كيف ما قلتي ضريتيني، ما ضريتك باسكو انت اللي جبتيني يا حبيبي. حبيبي نلعب عليك جهدك، ما تخسرش شي حاجه اللي سميتو، انت جبتيني انا قاعد في الكوان ديالي وانت بديتي كدق عليا دق دق، راه حليت الباب اشنو. دوك بغيتي تحيد الفيديو حيدو، حيدو ها قدام الناس هما كيتفرجوا فينا المشاهدين الكرام. بغي يحيد الفيديو يحيدو، راه كيف ما قلت لكم اوكونطرير غيبين انه النيه ديالو الخايبه. قال لك حقا ما بغيتش الناس يشوفوني، راه هو كلشي تسمعوه في الفيديو الناس اللي كيعرفوه، ما غنجبد سميتو انا. علاش درت لك الاشهار كيفاه اوكونطرير قلتي بغيت تهرفني؟ انا درت لك الاشهار راه ملي خايد بيدي كيهضر عليك راه الناس بداو كيعرفوك يمشيو يشوفوا شكون هو، راه اوكونطرير راه خصك تفرح احبيبي فهمتي، راه ماشي حاجه خايبه راه حاجه مزيانه هضرت عليك وحصل لك الشرف نهضر عليك. واخا كيف ما قلت لك لا علاقه في الدومين، انت اخويا اللي كنتي كتسمعاش من اليوتيوب ها لي ريصا ومريح في الدار وجنيتو الهنشله والدوله كتعطيك 400 درهم فرانك في الشهر، هذيك حياتك هذيك انا ما ندخلش فيها الله يسهل عليك. انا ما كنعيشش كومسا، انا تشوف السوع اللي كنضرب في الخدمه تسطى راسك يحبس ود خالتي، قسما بالله ترى راسك يحبس. السوع اللي كنضرب انا في الخدمه في تماره راسك يحبس، ما كنهضرش على لوشيان. وهذه فرصه نشرح للمتتبع الكرام والمشاهدين ديالي انه خالد بادي راه ما كيعيش من الكلاب. خالد بادي علاش عطاه في لوشيان وعلاش زاد قدام في لوشيان؟ باسكو خادو كهوايه، ما خادوش كلقمه عيش ولا قوت، ما كنتعيش منه. الا جات شي حاجه منه من الخير، ولكن الا ما جاتش راه عندي حياتي. واش انا حمار مسطي حاشاكم؟ راه ما كنلخش. واش انا نهار نكبر ونعواج واش غيجي شي كليان يعطيني شي كلب ندري فيه ليه؟ نهار نشرف ندير عكاز شكون اللي غيصرف عليا؟ شكون اللي غنوكلو؟ لا روتريت اخويا حبيبي لا روتريت، نوصلك نوصيك سير تخدم، سير هنا نعري على كتاب كنضربو الليالي وكنخدمو ثلاثة الخدامين اللي عندي من غير لو شيان. كندير بومبي، الدراري اللي تبعيني في الفيسبوك راه عارفين بومبي سياق اوكي. كندير شيف ديكيب ان بواط ديال لا سيكوريتي دوزياما، ثالث الخدمة الثالثة كندير فورماتور ديال لي ميترو شيان، كنفورمي لي ميترو شيان اكلابهم. دونك ثلاثة الخدامة يا حبيبي من غير لو شيان. دونك ما فهميتو قلت لك ما غادي حنا كنضربو تمارة اخويا كنخدمو كندمرو. فرنسا ما كتعطينا والو، حنا بالعكس كنخلصو لي زامبو كنخلصو الضرائب وكنخلصو المستحقات ديالنا وبنادم اوريغ. ما كنطلبوش 400 الف فرنك في الشهر تعطى لنا الدوله. قال لي كذبتي ما عيطتيش لسفيان، سولتي واش هو اللي درسي لي الكلبه؟ علاش غنعيط لسفيان؟ واش الناس شافوا بعينيهم وسمعوا بودنهم الفيديو ديالك فلاشين ديالك كتقول انني هزيتها وديتها لي طنجه بالطونوبيل وجايه من السفر وقيامه وعطيته 3000 درهم وعطاني البول فيه الكاشي وفيه السيناتور. اشنو قلت انا؟ فاش كذبت عليك يا حبيبي؟ فاش كذبت عليك؟ واش الفيديو كتقول فيه بفمك؟ ما كذب عليك حد. انت غير ملي تحكيتي بغيتي تبين الدراري الصغار راه كنتبعينك الدراري ديال 14 عام 15 عام 16 عام، بغيتي تبين لهم انك راه شي لعيبه ولا شويه كتديباني، راه ما كديباني حتى لعبه. الدراري ديال 14 عام 15 عام 16 عام لي مينور اون جينيرال فهمتوا لي نقول لكم حبيب احبابي، راه ما عنديش معكم مشكل. انا راه واحد النهار كنت قدكم وكنت صغير، ولكن انسان ما ينساقش وراء شي حاجه هضره ما كايناش ولا التخربيق ولا العواطف ولا شي حاجه. او كونترير انا في هاد لاشين ديالي اللي كنعطيكم راه ما كيعطيش لكم شي واحد، راه كنتحدى اي واحد في العالم العربي
تلقاو عاطيكم شي حاجه بحال اللي كتلقاو في هاد لاجين هادي، وكنقولها وكنتحمل المسؤوليه ديالي. اللي بغى يبقى معانا احبابنا وخوتنا وما عندناش معاهم المشكل، يبقاو الطراب ديال الرجال. الدراري لي جون، المشكل اللي خصكم تعرفوا هو القناه هادي راه ديالكم، منكم واليكم. هاد القناه هادي راه داير فيها ان بروجي ليكم. اللي ما صدقاتش القرايه يلقى هاد لاشين هادي فاش يخدم، يلقى معلومات فاش يتعلم. لو دريساج راه زيد قدام. نقول لكم واحد الحاجه وتفنطوا ليا، كاين اللي في البلاد في المغرب كيصور 10000 درهم من الدريساج، ما قاري ما سامع. 10000 درهم، وكون كان غير كان يعرف يدريسي. 2000 درهم في الشهر للكلب اسي كوشي با بوجي. عندك 5 الكلاب عندك 10000 درهم يا حبيبي، ما مخلص فيها لا ضريبه لا 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 طاكس لا حتى شي لعبه، ديالك حره. اش بغيتي يا خويا؟ القيد في البلاد كيشد مليون و 200 الف فرنك، قرا طب براسو شاب. وانت اخويا الا صورتي 10000 درهم 5000 درهم 6000 درهم، شكون بحالك؟ تعيشك اخويا، تكريلك وتثبطك وتوكلك وتدير لك وليدات بخير وعلى خير، وديك الساعه من هنا قدام الله يسهل على كل واحد. دوك حبيبي هادشي اللي كنعطيك راه القوت، راه ماشي اخويا كنعطيك انا غير الساكادو كندور في الزنقه بلا الجوكر. هاي دير حبيبي من غير بغض النظر على العواطف، بغض النظر على العواطف، سير اخويا شوف لي شين، شوف لي ميثود، شوف الافكار، شوف اخر ما كاين، شكون اللي كيعطيك التكنيك، شكون اللي كيعطيك باش تخدم لو شيان. غير حلل، غير ريح مع راسك وحلل. وديك الساعه شوف غير انت، انت حكم متسارة وتشوف المحتويات ديال لي شان، وتشوف اي شان علاش كتهضر وكيفاش كتهضر وشنو كتعطيك، ديك الساعه حكم. ولكن ما نجيش نبقى نعرف الناس ما كنعرفهمش. انا كنفضل الانسان اللي بغى يعيرني ولا بغى ينتقدني خصو يكون قدامي، وديك الساعه غنعرف شكون هو انا، شكون هو خالد، وشنو كيسوى خالد، وغنتعرفوا على بعضياتنا عن قرب مزيان. هو كيقول لي اصلا انا لاشين ديالي انا دايره من 2015، وانا هادي وانا هاديك وانا هاديك. ولاشين ديالك دايره من 2015 مزيان، والله يسهل عليك فيها. هاد لاشين اش درتي فيها من 2015؟ 15 16 17 18، حنا دايرين 19 دابا، دونك نديرو حنا 4 سنين. عندك 4 سنين هاد القناة اللي فيها 80 فيديو معدل ديال شحال كل شهر فيديو، اش داير في هاد القناة حبيبي؟ راه قلت لك لا مجال للمقارنة. قناة هادي لو بروفيسيونيل كان 4 شهور اللي عندها في العمر ديالها، وراه شرحت كيف علاش هي عندها 4 شهور في العمر ديالها، شرحتها في الفيديوهات بلا ما يسولوني، سيرو تفرجوا في الفيديوهات اللي مورا. هادي عندها 4 شهور فتقريبا 110 فيديو، 110 تقريبا، غادا تقريبا 110، دونك في 4 شهور حبيبي. وفيديو ينسيك فيديو، والفيديو اللي دخلتي به اللي تخرج بمعلومه وتخرج بافاده بفضل الله عز وجل، يعني لا مجال للمقارنه. ولا شي الحمد لله غادا كتكبر، راه غادا 50000 ابوني، وكان واعدك ونواعد الجمهور الكريم ان شاء الله من راس العام غنحتفلوا ب 100000 ابوني بجد الله، لانني عارف شنو كنعطي، وعارف لاشين ديالي، وعارف المحتوى ديالي. ولا كتقول حكا نيبا ما نيبا نيبا، حنا اللي شحال ثلاثة الفيديوهات وا حبيبي ولا أربعة وا الزين، راه الناس عارفين المحتوى شنو كاين، راه ماشي نيبا. نيبا راه حبيبنا وخونا والله يسهل عليه وظاهر، ولكن اخويا راه كنشوف المحتوى، انا راه مخالف على العالم، عندي محتوى ديالي، عندي باسيون، عندي شي حاجة كنعطيها للناس كيستافدوا منا، هذا هو المحتوى. ماشي شاد كلب وندور به، حكا في الفيديو الاخر قالك دير ليه الجام بحال الجام ديال العود، دور اغوش ودور دور ادغوات. واش تي سيريو؟ واش تبع عقلك؟ اقول لي واش نتبع عقلك؟ الله يهديكم اخوان، الله يهديكم. انسان ما ينساقش وراء 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 الهضره الخاويه. حقا انا كنهضر بالدليل، انا دابا كنهضر بالدليل. الفيديو الاول جبت لك الفيديوهات، وهذا الفيديو هذا الاوديو دخلنا عليكم بالله، راه باقي كنعاودها، دخلنا عليكم بالله. اللي بغى هذا الاوديو المكالمه ديالي بيني وبينه باش تشوفوا اللي كذاب انا ولا هو، جي عندي الفيسبوك لاباج ديالي بيت دي خالد، نلوح لك الاوديو، نلوح لك الكونفرساسيون كامله، راه فيها مع شي ساعه الله رب ولا مع الساعه والصرف، وتصنتوا اشنو كيقول. باغي يجي يتعلم عندي كلي مرحبا، بغى يجي يدير فورماسيون قال لي بشحال الثمن مرحبا. سيد لقيتو ما عارف والو في لو دريساج، ما عارف حتى شي حاجه، غيان غيان ديتو غيان غيان والو. ابسط الايمان، الناس اللي معروفين اللي في الساحه ديال لو دريساج ما عارفش سميتهم، قال لي اخويا راه ما عارف، قال لي راه خصني بهذا المعنى، خاصني اخويا خالد باش نتعلم نجي نجلس معاك واحد الشهر، راها غتلقاوها في الفيديو في الاوديو اللي غنلوح لكم، جيو عندي نلوح لكم في البريفي باغ كونتر،
باش ما يقولش حكا نضربك سترايك ولا هادي، بغيتي تضربني سترايك هو ضرب سترايك، قلت لك ما كنعيش من اليوتيوب انا. دونك حبابي هذاك الانسان قلت لكم ما عارف حتى شي حاجه في لو دريساج، نيات زيرو. والطامه الكبرى باش نزيدكم نزيد نختم هذا الفيديو ما نطولش عليكم، الطامه الكبرى ها هو اللي كيدير راسو دريساج وبغى يعطي الناس يفيدهم ويتعاون معاهم، هو مقولب في كلابه، هو مقولب في كلابه المارينوا ما عاطينوش البيديغري. قال لي اه مالي البيديغري، ما عطيش البيديغري. والواعر الواعر الواعر لا سوبريز والمفاجاه ديال هذا الفيديو هذه الحلقه، هو بغى يضرب لي كارير ديالي في الزيرو باش تعرفوا راسو فيه 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 في حمصه. بغى يضرب لي سنين ديال الخدمه ولا ريبوتاسيون ديالي والسمعه ديالي في الزيرو. كيتعبني انا عندي كرضع صبعي عندي جروند. الجوك هذاك الكلب الجوك اللي عنده هذاك اليوسكي اللي عنده بيعينوا لي احبابي بخاسيه وحده. دونك انسان دريسور كتعلم الناس، علمهم كيفاش يشريو كلب، وريهم كيفاش يشريو كلب ما يتقولبوش، كيف ما كنوري الناس انا ما يتقولبوش، كيفاش يشريو الكلب، كيفاش يدريسيو، كيفاش يسافروا، كيفاش يتعلموا، كيفاش يوكلوا، كيفاش يشربوا، كيفاش كلشي كنوريه. انت كلبك بيعينوا لك بخاسيه وحده وجي عندي انا الله يرحم باك بغيتك توريني شي، داك تعرف شي جوج ديه يكونفيرمي ليا ولا يفاليدي ليا، يفاليدي ليا لوف يفاليدي. قلت لك اخويا ما كيتسماش الفاليداسيون ديال لوف، راه كيتسمى كونفيرماسيون. قال لي اه هذيك هذيك بغيتها. قلت له شنو بغيتي؟ بغيتي انا نمشي؟ قلت له اخويا داكشي راه داكشي راه الكلب اللي عنده خاصيه وحده عنده ينكوي وحده راه عيب، عيب خلقي، راك تقولبتي في الكلب وهذاك العيب اللي في كلبك راه غدو يدوز لولادو، دونك ما عندكش حق تكوبلي داك الكلب. اخوان داك الكلب اللي عنده ما عندوش حق يكوبلي، راه عيب خلقي. راه لايف سي المنظمة العالمية للكلاب لا فيديراسيون سينولوجيك انترناسيونال راه مانعة الكلاب اللي عندها خصية وحدة تكوبلا، دونك ما كيخرجش لهم ما كيتفاليداوش ما كتخرجش لهم لا كونفيرماسيون. دونك بغيتيني انا نمشي عند لي جوج ونقول لهم ندوز لك كلبك باش غدا ولا بعد غدا تمشي تنصب على عباد الله، انت ملي تزادو عندك كلاب بخصية وحدة تبيعهم لهم حكا راه خالد هو اللي كونفيرمي ليا ياك محشوماش. قلت لي لا كشي ما كيدارش، قلتها لي انا وغتسمعوها في الاوديو بفمك بودنكم غتسمعوها في المكالمه. قلت لي داكشي ما كنديروش، لو جوج راه خص تكون فريمون جوج. قلت لي وانا اصلا كندير الترافاي ما كنديرش البوطي، دونك هذيك لا كونفيرماسيون داخله في البوطي. دونك شوف هو كلابو ومقولب فيهم، عادي جي وريني انا، سير تعلم حضر الراس وسير تعلم. قال لك حكا انا ما نديرش ما نديرش فورماسيون، ولا هو في الاوديو كتقول له في المكالمه كتقول لي الله يرحم باك بغيت نجي ندير فورماسيون بشحال تحسبها ليا، بغيت نتعلم نجي نجلس معاك شي شهر عندي الفندق انا جلس معايا شهر. كنت راجل جلس معايا سنين ومنين نزك فوق كتافي ولا ما قدت عليا ونزك فوق راسي ما عنديش غرام المشكل الخير اللي كنديرو بلا ما نذكروه. دونك هاد الفيديو درتها غير باش نبينو للناس الحقيقه ديال هاد السيد هذا، وكنهضرش في الفراغ كنهضر انا باللوجيك وبالدلائل. اللي بغى دخلنا عليكم بالله، اللي بغى المكالمه اللي جرات بيني وبينه باش ما تقولش خالد كذاب حيت قال لي عيرني قال لك خالد كذاب، انا بغيت نبين لكم بالله هذاك السيد راه هو اكبر كذاب. جيو عندي للبريفي نعطيوك المكالمه صنط اش قال هذا السيد هذا بفمو اشنو قال. دونك نتمنى ما نكونش طولت عليكم. والدراري كنت باغي ندير لكم اليوم فيديو نلوحو لكم فيديو ديال الموردون ديال الهاسكي، بغيت ديال كيفاش تخدم تبدا الشراسه مع الهاسكي ولا اليوسكي. وجا هذا الصباح كنت كنفطر وجا قلت الله يترد عليه ماشي مشكل. دابا نلوح لكم الفيديو ديال الشراسه ديال الهاسكي وتبارك الله عليكم، ما تنساوش ديما بارطاج و جيم وكومونتير، الكومونتيرات ديالكم كنحبهم كاملين وتبارك عليكم. والدراري اللي كيعيروا المسامحه ما عنديش غرام المشكل معكم، عارفكم دراري كتنساقوا وراء الموجات والهضره الخاويه وكذا، ولكن خدم عقلك شوف اللي كيعطيك الصح وشكون اللي كيعطيك الغلط. انا ماشي كنحط كاميرا وكنبقى غنخطب وشبعان جوانات ومهلال وكنخطب، لا انا راه كنبين لك دابا نعطيك اوديو سمعوا ولا أو كونفرساسيون ولا مكالمه بيني وبينه. والفيديو السابق عطيتكم هو كيهضر وعطيتكم الفيديوهات يعني كتشوفوا كلشي بعينكم، ما كنكذب ما كنزيد عليكم ما كنغرقكم. تبارك الله عليكم خايب بادي ديما بالقلب.